السلام عليكم الإخوان، بخير عنيك بشي مزيان. تحياتي لكم، تحياتي كاع المتابعين ديالنا كاملين. كنبداو ان شاء الله العام في هذه الموتور هذه اللي كوسيني اللي كنا بدلنا، هي هذه القديمه اللي كان فيها كل المشاكل. هنا غديرو غنهضروا على هذا الموتور ديال هذه السيارة. شنو هذه الكلاس ديال فين هو؟ اللي هو هذاك. دونك هذا الموتور هذا ديجا ريباري، مي المشكل كان فيه هو ديال الكلاس، يعني داك اللي صوبو داك اللي صوب هذا الموتور هذا، يعني ما كانش بدراية على كلاس اللي فيه لاغورج ولا اللي مفيهش لاغورج، ما تعرفش هادشي علاش بان غير كيجي كيركب. رغم انه فيه الكافيه ديال الركان ديال 110 سي سي، السيلندر ديال 110 سي، ولكن هذا مشكل ديال الكلاس. ما عمر هذا الموتور غادي يخليه يكون مزيان. هذا وحده المهم راه من السميه والله ما عقلتش عليها ديال والو. السميه وقيلا رشيد راه على قله سميتو. هذا مول كوبر، هذا موتور ديال الكوبر في الترانسميسيون، يعني ديال 110 سي. لومبرياج تا غادي يشكيو ليه لي ديسك ديالو وغادي يحيدو ليه وغادي يحيدو ليه هاد لي راسو، هذا غادي نحيدهم ليه باش يكون عملية الالتحام تكون 100%. بالنسبة لهاد لي كوسيني هذا كيما قلت لكم راه داكشي بيان فيني. باش تعرفوا هادي ركبناها بالبريسا، هادي منقدروش نضربوها في المونتاج ديالها، ركبناها بالبريسا لأن بريسيونير. مي دابا الفيبروكان كما كتلاحظوا نقدروا ندخلوه بسهوله. دابا هنايا فوالا، يعني كما كتشوفوا داك النهار ما كانش عندنا هذه القضيه هذه، ما كانش كيدير هنا الفيبروكان. علاش؟ لان الكوسيني اللي كان من قبل كان واكل العصا. واش خرجوا شي واحد وعاود ضربوا؟ واش داروا له الموتور ماش بلا زيت؟ المهم هنا ما نقدروش نحدو كيفاش وقع ليه، ولكن المهم ها هو المشكل وقع هنايا. دونك هذا وحده من المشاكل اللي كانت، هو البروكان ما كانش كيدور لنا ليفر، يعني البروكان خصو يدور هكا ليفر. دابا هادشي ما كتشوفو كيدور ليفر بالنسبه للترانسميسيون. ركبنا هذاك النهار كما شفتو معنا لا بومب دويل، هي هادي بومب هاد الماء كتركب من جهه اخرى. سي ايوب، تحياتي لايوب ود المكناسي، الله يختي خويا ايوب والسي ربيع ورشيد العزوزي وكاع الناس كنعرف تما في كازا. تحياتي لكم كاملين، تحياتي الناس ديال الحي ولاد الرس كاملين. سعد سيديا 110 كتحرق وهي مازال جديده، شنو السبب في نظرك خويا؟ بالنسبه لسعد، بالنسبه لسيديا اللي كتصوتها، يعني يقدر يكون عندك مشكل ديال لا طونسيون، يعني الفولتاج خاصك تعبر الفولتاج واش مزيان ولا مزيانش. هنا كنهضروا على سيديا ديال كونتيني كتخدم بالباتري. الى ديال الانترناتيف وكتصوتها دونك عندك شي حاجه في هذاك لا طونسيون اللي كتدخل السيديا. لان ملي كنهضروا في بزاف ديال الحوايج، ملي كنقولوا سيديا كتحرق ولا شي حاجه، كنهضروا على لا طونسيون يعني كثيره، هذا هو اللي كيخلي السيديا تحرق. سلام خويا، كلشي كاين في اللايف ديال ريان خويا.